السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آية تشير إلى خيرية الأمة المسلمة على غيرها من الأمم. ما مظاهر هذه الخيرية في المجتمع المسلم؟ وما المقاصد التي سعت الشريعة إلى تحقيقها في الجماعة الإسلامية؟ كيف رسم القرآن الكريم والسنة المطهرة منهاج حياة المسلمين بما يتمثل خصوصية في المجتمع المسلم؟ هل ما زال هذا المجتمع متحلياً بالخيرية الموصوفة؟ وإلى أي مدى يمكن الحفاظ على خصوصية الجماعة الإسلامية في ظل عولمة ثقافية واقتصادية باتت أمراً واقعاً لا مفر منه؟ أسئلة تمثل صلب هذه الحلقة التي تتحدث عن خصوصية المجتمع المسلم. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بالدكتور حسن الحميد، الأستاذ المشارك في جامعة أم القرى سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله دكتور. حتى يعني نقدم للسادة والإخوة المشاهدين عن ماذا سوف نتحدث اليوم، لو تحدد لنا اصطلاحا مفهوم المجتمع المسلم، ما هو المجتمع المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين جميعا، وأسأل الله تعالى أن يكون فيما نقول ويسمعون خير وبركة. المجتمعات المسلمة أو الإسلامية، وقد أصبحت هاتان الكلمتان رديفتين، هي مجتمعات تشكلت فيما مضى. كانت المجتمعات المسلمة مجتمعات سائبة، بمعنى منفتحة لا توجد حدود، وإنما يسكنون المناطق، فإذا تكاثروا وأصبحوا أغلبية أصبح مجتمعهم مجتمعا مسلما. اليوم في الدولة الحديثة تحددت المعالم وأصبحت هناك أطر وحدود، وتشكلت منظومة المجتمعات الإسلامية وصارت ضمن وسقفت بأيضا منظومات، منظومة التعاون الإسلامي، المجتمعات المسلمة التي أصبحت تشكل ثقلها في الشرق الأوسط، وما عدا هذه المواقع ذات الأغلبية البشرية والتاريخية الإسلامية المسلمة أصبحت أقليات إسلامية تنتشر في دول العالم. ولكن الرابط هو الانحياز للإسلام فكراً وشريعة، وأن يحتكم المسلمون أو المجتمعون في هذا المكان الجغرافي إلى الإسلام في الجملة، بغض النظر عن الأخطاء في الممارسة أو الأخطاء في التصورات، سواء من المجتمع أو من الحاكم أو من الاثنين معاً. هل ثمة خلاف هنا بين المجتمع المسلم والمجتمع الإسلامي، أم هو إشكال لفظي، مشاكلة لفظية؟ لا، هو الواقع لم يعد هناك فرق بين المجتمع المسلم والمجتمع الإسلامي. كلمة الإسلامي ظهرت في الفترة الحديثة إبان ظهور الحركات الإسلامية، الذين رأوا أن المجتمعات المسلمة صار فيها انحرافات، وربما أيضا انحرافات في السياسة، فأصبح الإسلامي والمسلم مثل التقسيم المعروف شرعا وفقها، وهو المسلم والمؤمن. فأصبح المسلم هو تعبير عن الشريحة العامة، وأصبح الإسلامي هو من يقوم بجهد أكبر فقها وفهما وتطبيقا ودعوة للإسلام. لكن لو فرضنا أن ثمة مجموعة بشرية تعيش ضمن حيز جغرافي محدد وتحتكم إلى نمط معين من القوانين والأعراف والعادات والقيم، لكن ليس ثمة من هذه القيم والأعراف شيء يرتبط بالإسلام وهي في الأصل مسلمة، هل يمكن أن يطلق على هذه الجماعة مجتمع مسلم؟ المجتمع المسلم هو في الأصل الذي تسكنه غالبية مسلمة، وينحاز إلى الفكرة الإسلامية، الفكرة الإسلامية ينحاز إلى الإسلام شريعة وعقيدة، ويحكمه نظام سياسي منبثق منه، بغض النظر عن صواب التطبيق. هناك التصور وهو النظام والقانون المكتوب، هذا هو الذي يحدد ماهية البلد أو المجتمع المسلم. أما التطبيق فهو فالمسلمون بين مد وجزر، منهم من يلتزم الإسلام في الاقتصاد والسياسة،
ومنهم من يحصر الالتزام بالإسلام في الاجتماع ويقصر في الجوانب الأخرى، لكن في النهاية المجتمع هو تاريخياً وشعبياً هو مجتمع مسلم. نعم، لكن لو أذنت لي معذرة دكتور حتى مزيد من التحرير، بقي لي سؤال واحد في هذه النقطة بالذات. لو ضربنا مثلا مجموعة من المسلمين يعيشون في دولة أوروبية وأريد لهم أن يستقلوا بجغرافيتهم وبنظامهم السياسي، واختاروا أن يكونوا في بقعة جغرافية ولهم نظامهم السياسي، لكن هذا النظام يستلهم كل رؤاه من الحضارة الغربية، غير يعني منبت الصلة بالإسلام، لكنهم مسلمون ويقول إنهم مسلمون، هل يمكن القول وصف هذا المجتمع بأنه مسلم؟ هذه نأتي إلى جدلية، هل الحكم على المجتمع المسلم بالنظام السياسي أو بالأغلبية الشعبية؟ يعني بمعنى عندما ينحرف بلد مسلم في نظام السياسي فيحكم القانون ويحكم الربا في الاقتصاد ويحكم أيضا حتى بعض التفاصيل في العلاقات الاجتماعية، بينما الشعب مسلم لكنه لا يستطيع أن يفرض نظامه السياسي، فهل نقول إن هذه الجغرافيا ذات الأغلبية المسلمة شعبيا هل هي بلد مسلم لأن أغلبها مسلم، أو نقول هي بلد غير مسلم لأن نظامها السياسي لا يستند إلى الإسلام ولا ينبثق منه ولا يستمد منه؟ هذه جدلية فقهية، وفي تصوري أن الزمن تجاوزها الآن، فالمجتمعات الإسلامية أصبحت معروفة والأقليات الإسلامية أصبحت معروفة. نعم، كيف هنا يعني كيف تتشكل القيم العليا للمجتمع المسلم وما السمات العامة التي تحكم وتميز هذا المجتمع؟ هناك أخي الكريم ما يسمى بالعرف الثقافي، الثقافة والمدنية والحضارة. الثقافة هي التي تشكل تصورات وقيم المجتمعات أيا كان هذا المجتمع، فكل مجتمع له ثقافة يفكر فيها ويبني على أساسها مدنيته، وبالتالي تتكون حضارته. ولذلك لا يوجد في يعني في المجتمعات مدنية لا تنتسب إلى ثقافة، يعني لا يوجد مدنية مبتوتة من دون تصور. حتى الملحد الذي يظن أنه لا ديني هو في الحقيقة يبني مدنيته على رؤية إلحادية، هذا الإلحاد أصبح دينا بالنسبة له، وكذلك العلمانية أصبحت دينا. فالمجتمعات المسلمة هي التي تنبني على أسس قيمية مرجعها الوحي، الكتاب والسنة في أصولها العامة وكذلك تفصيلاتها، بغض النظر عن المستوى التطبيقي. المستوى التطبيقي ينظر فيه إلى جمال المجتمع، فاعلية المجتمع، طهر المجتمع، لكن المجتمع كونه مجتمعا مسلما معنى أنه ينحاز إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذي لا ينحاز إلى هذه الفكرة الكبرى لا يسمى مجتمعا مسلما وإن كان فيه مسلمون. كيفية هذا الانحياز، مظاهر هذا الانحياز، يعني أنت مثلا قلت بأنه يعني تبني الانحياز إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وتبني الإسلام كمنهج حياة، يعني كيف لو تضرب لنا أمثلة واقعية عملية على هذا التبني وهذا الانحياز؟ يعني المجتمع المسلم هو الذي يحتفل بالعيدين باعتبار رمضان والأضحى، هو الذي يسلك طريقة معينة في تأبين موتاه، كيف يدفنهم، إلى أي جهة يوجه موتاه، إلى القبلة. هو الذي يؤمن بأن هناك بيتا بناه إبراهيم الخليل واتجه إليه محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأن الصلاة لا تصح إلا إلى هذا البيت، وأن هذا البيت يحج إليه في العمر مرة، وأن هناك خمسة تسمى أركان الإسلام، وأن هناك أركان للإيمان وهذه المحددات، وأنه أيضا يعرف بأن الشرك بالله العظيم أنه كفر وأنه مخرج من الدين، لكن قد يمارس أعمال هي شرك لكن لا لكنه يعتقد أو يفهم بناء على تقاليد أو عادات أنها ليست كفرا ولا شركا، لكن هو يؤمن بأنه موحد أنه لا يشرك بالله. هذه الثوابت الكلية الكبرى هي التي لا يختلف عليها الناس، ولذلك أنا أقول
أيضا يعني بطريقة ممكن تسهل الفهم، أن القضايا الكبرى التي لا يدخلها النسخ هي التي تحدد هوية المجتمعات المسلمة. بمعنى أنه الأخبار التي أخبر الله تعالى بها في القرآن، القصص التي قصها الله في القرآن، أمهات العقائد، أمهات التشريعات، وكليات العقائد، هذه لا يدخلها النسخ كما يقول الفقهاء. الذي لا يدخله النسخ هذا هو الذي هو محل إجماع الشعوب المسلمة، الأمم المسلمة، سواء كان المسلم يعيش في دولة تعتبر دولة مسلمة، أو كان يعيش أقلية في بلد غير مسلم لكنه يؤمن بهذه المحددات. نعم، ثمة نظام سياسي، ثمة شريعة، ثمة نظام اجتماعي، ما طبيعة العلاقة بين هذه المحاور وما نسبة إسهام كل محور من هذه المحاور في صوغ المجتمع المسلم؟ هناك مقولة تروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا معروف، بمعنى أن والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم إمام عادل رقم واحد، والمقصود من هذا أن الكيان السياسي هو الذي يحدد قانونية الدولة وماهية الدولة، وهو الذي يجتمع عليه الناس فيما يفعلون وما لا يفعلون، ولذلك يقال لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم. وهذا ولهذا فإن اجتماع الناس على كيان حاكم لهم عرف عند العرب والعجم والمسلمين والكفار والمتقدمين والمتأخرين والمتحضرين والمتخلفين، يلتقون إما على نظام قبلي أو على نظام جهوي أو على نظام قيمي، المهم أنهم يلتقون، ولا بد أن يكون داخل هذا النظام قيم ينحازون إليها، صحيحة خاطئة هذا شيء آخر، لكن أنا أقول الفاعل رقم واحد هو النظام السياسي، بمعنى أنه هو الذي يدير العملية المجتمعية. ثم بعد ذلك القوى المجتمعية التي تتشكل منها لوبيات الاقتصاد، كذلك لوبيات الاجتماع، فإن المجتمعات عادة بيوتات وقبائل، والله تعالى خلق خلقه شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ولا شك أنك تجد في بعض المناطق هذه القبيلة تكاد تستأثر مثلا ب60-70% من السكان، هذه قيمة وقوة، بينما قبيلة أخرى تجدها أقلية. كذلك في الناحية الاقتصادية تجد مثلا 5% أو 3% يتحكمون باقتصاد بلد معين. هذه اللوبيات إذا لم تكن هناك إدارة حاكمة عادلة تدير فسيفساء المجتمع بحيث أنها تحمي جمهور الضعفاء، وهم عادة هم أغلبية الشعوب، تحمي جمهور الضعفاء من تغول الأقوياء، من تغول الأقوياء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. إذا وجدت هذه فإن المجتمع يعيش في نوع من التوازن، بحيث إن القانون يحمي الضعفاء ويحد من تغول الأقوياء. إذا وجد في مجتمع مسلم مثلا كما تفضلت وذكرت المثل أن 5% يملكون مثلا 90% من ثروات هذا المجتمع، هل يمكن هذا الواقع أن يمثل نقضا لحقيقة من كبريات حقائق المجتمع المسلم؟ هو إذا كان هذا المجتمع يؤدي ما عليه، بمعنى أن في المال زكاة وفي المال حقا سوى الزكاة، ويؤخذ من الأغنياء يرد إلى الفقراء، وهناك حقوق عامة مصونة محمية، بمعنى أن الحقوق العامة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية محمية، بمعنى أن الضعيف يأخذ حقه من العام، من سواء كان مالا أو يعني حقا قانونا، يعني يأخذه من المال العام ويأخذه من القانون العام، وكذلك يأخذ حقه إذا كان محتاجا من الأغنياء، فيرد فيض مال الغني إلى الفقير، حينئذ يكون المجتمع متوازنا. وفي المجتمع المسلم الأول هناك رجال مثل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كان رجلا غنيا ولكنه كان في النوازل والشدائد كان ينفق ماله يعني يجهز جهز جيش العسرة
اشترى بئر رومة وأنفق وبذل، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وغيره وغيره. وجود تجار، وجود أثرياء في بلد لا يكسر قانون المجتمع المسلم إلا إذا وجد الاحتكار. النظام الرأسمالي الذي يقوم على الاحتكار بحيث يجعل الأغلبية عمالا مسخرين عند الأكثرية. ولذلك النظام الرأسمالي أو النظام غير المسلم في الجانب الاقتصادي لا ليس فقط يجعل غنيا وفقيرا، وإنما يجعل الفقير مستضعفا، بمعنى أنه مهان كرامته. المرأة تبتز في عرضها في لباسها من أجل لقمة العيش، الشاب يبتز في وقته في تعليمه من أجل أن يخدم الغني. بهذه الطريقة إذا سلم المجتمع المسلم من تغول الرأسمالية لا بأس من وجود غني وفقير. نعم، لا شك أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة رسما منهاج الحياة بالنسبة للمسلمين، وهو ما يسمى ما يمكن أن يسمى المجتمع المسلم. كيف يمكن تنزيل هذا المنهاج الذي قرره القرآن والسنة النبوية على حياة المسلمين وواقعهم؟ المسلمون انبثق وجودهم من القرآن الكريم ومن سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القرآن الكريم فيه أصول وفيه تفاصيل. ولو تأملنا النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإسلام الذي انبثق من القرآن الكريم والسنة النبوية سنجد أننا أمام تفاصيل ومجملات. فالتفاصيل أراد الله عز وجل أن يكفي المجتمع الدخول في تفاصيله، وإنما عليه الفهم والاستيعاب والتطبيق. المجملات على المجتمع أن يبحث ويبدع ويفكر. فالجانب العقدي والجانب وجانب العبادة فيها تفصيل كامل. لماذا؟ لأن هذا البرنامج ليس فكرا بشريا، وبالتالي البشر يتعلمونه، يتعلمون تفاصيله، وإنما وظيفتهم الفهم والتطبيق. في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، لا، هناك مساحة واسعة للحركة والتغير. فالمطلوب من المسلم، مطلوب من المجتمع المسلم أن يفكر ويأخذ الأصول والمحددات. وبالتالي تجد مثلا في السياسة في محددات معينة، الظلم محرم، الشورى واجبة وضرورة. أما كيفية الحكم، كيفية تداول السلطة، كيفية تحقيق هذه متروك للناس ولظروفهم. في الجانب الاقتصادي الربا محرم، الاحتكار محرم، الغش محرم، هذه محددات. أما كيف يخلق الناس مؤسساتهم الاقتصادية، كيف يؤسسون بنوكهم، كيف يديرون العمل الاقتصادي، هذا متروك إذا سلم من هذه القضايا. هذا من المسكوت عنه نصا. هذا نعم، هذه المساحة المتروكة عمدا ولله حكمة في ذلك، حتى لا يقول الإنسان إنه والله أريد نص في هذا، أريد نص في هذا، لا، ما يحتاج. لكن متروكة عمدا، لكن بما لا يخالف المقاصد الكلية التي سعت الشريعة. المقاصد هي الربا محرم، يعني هذا يعني هذا محدد كلي. نعم. وبعد ذلك تحرك في المجتمع. يعني كذلك في السياسة. نعم، حقيقة وصلنا إلى نقطة ساخنة من الحديث فيما أظن، يعني ذكرت كثيرا عن سمات وخصائص المجتمع المسلم. أريد أن أسألك عن المقاصد التي سعت الشريعة إلى إرسائها في المجتمع المسلم، ومدى تحلي المسلمين بهذه المقاصد حتى يومنا هذا، ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي. نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم لنا عودة.
أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن خصوصية المجتمع المسلم. دكتور، كنت تتحدث عن خصائص المجتمع المسلم والكيفية التي يعرف بها هذا المجتمع أنه مسلم من عدمه. السؤال هو المقاصد الكلية التي سعت شريعة الإسلام إلى تحقيقها في الجماعة الإسلامية بحيث تعرف هذه الجماعة بخصائص إسلامية. ما هذه المقاصد في الجماعة، وما مدى تحلي المجتمعات المسلمة اليوم بهذه المقاصد؟ ماذا بقي من هذه المقاصد في المجتمعات الإسلامية؟ الضرورات الخمس، أو ما تسمى بالضرورات الخمس، وهي الحفاظ على الدين، النفس، المال، العقل، العرض، هذه تسعى كل أنظمة البشر للحفاظ عليها، كل بطريقته، كل وفق فلسفته. الإسلام له رؤيته المتميزة في الحفاظ على هذه الضرورات الخمس وما يفضي إليها، فما كان يؤدي إلى سلامتها فهو مما أمرت به الشريعة، وما كان يؤدي إلى فسادها أو الإضرار بها فهو مما حظرته ومنعته الشريعة. ولذلك جعلت هذه الضرورات المرتبة العليا، أو كما يقال الخط الأول، دونه الحاجيات ودونه التحسينيات، بمعنى أن هناك مجموعة من التعاليم والتوجيهات حتى لا يصل المجتمع إلى حافة الهاوية، إلى حافة الفساد، كما يقال مثلا حتى لا يصل المجتمع إلى حافة الفقر، حتى لا يصل المجتمع إلى حافة الانفجار. تسعى السياسات عادة إلى إصلاحات معينة، نعم، اقتصادية وغيرها، حتى تبقي على قدر من الاستقرار المجتمعي والاجتماعي، لأن هذا ضرورة للتنمية، ضرورة لقيام مجتمع سليم. كذلك في الجانب الشرعي، الشريعة سعت إلى مجموعة كبيرة من النصوص والأوامر والتوجيهات والتشريعات حتى يبقى المجتمع سليما، ويبقى العود ما بقي اللحاء، سليما نفسيا، ذهنيا، أسريا، في بيئة العمل، في بيئة يعني الحياة العامة، في خلطته وفي ترابطه، نعم، في علاقته بغيره من المسلمين، في علاقته بغير المسلمين. هذه كلها لها محددات، يعني الدخول فيها هو بحر عميق. لكن لو ناخذ بعض الأمثلة، يعني الله تعالى جعل الصلوات الخمس أداة للعلاقات المجتمعية، وأضاف إليها الزكاة كحل للمشكلات التي توجد بين الغني والفقير، ووجد وشرع الصيام حتى يذكر الناس في فترة معينة بضعفهم، بحاجتهم، بعلاقة الغني بالفقير بطريقة أو بأخرى. كذلك جعل الحج موسما عالميا سنويا يلتقي فيه الشرق والغرب والعرب والعجم على صعيد واحد، ووحد أنظمة العبادات، لم يجعل أنظمة العبادات يعني كل يعمل على شاكلته. ولذلك من أخطر ما واجهه الفكر الإسلامي هو تغول الخرافة في الدين، في العبادة، مع أنه العبادة كما ذكرنا قبل قليل هي من الأمور التي تم تفصيلها جاهزة، فقط عليك تفهم وتطبق. لما دخلت الخرافات في العبادات صارت هناك نسخ من التعبد، ولذلك لم تعد عبادة جامعة. قيمة العبادات في شكلها الموحد وجماعيتها، هذه العبادات ذات الشكل الموحد والجماعية هي من أقوى الروابط المجتمعية والتي يتميز بها الإسلام. في الجانب الاقتصادي أيضا هناك يؤخذ من الغني ويعطى الفقير، وهناك الإرث، وهو أن يبلغ المال مستوى معين من الاجتماع ثم يكسر، يعني بعد وفاة الشخص يتكسر المال مهما كان ضخما في ثروته، يتكسر إلى مجموعات أخرى، ثم وهكذا يتكسر حتى لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء. وكذلك لما ننظر إلى الجانب مثلا الاجتماعي، نجد هناك العلاقات الأسرية، البيوتات،
والأبوة والبنوة والحقوق المتبادلة بين الطرفين بشكل مفصل جدا، هذه كلها تشعرك بأن هذا المجتمع له برنامج خاص في صياغة حياته، وليس مجتمعا يعني مجرد مجتمع اجتمع لكي يتلقى تجارب الآخرين. وهنا مكمن الخصوصية الإسلامية، خصوصية المجتمعات الإسلامية، هذا ما أريد أن أسألك عنه دكتور. ماذا بقي من هذه الخصوصية الإسلامية في مجتمعات الإسلامية اليوم؟ الحمد لله بقي الكثير. كيف؟ بقي الكثير. المجتمعات المسلمة بحمد الله مرت بها كوارث ونوازل، ومر بها فتن وملاحم ضخمة جدا. ولو قرأنا التاريخ وما جرى في بغداد على يد التتار، وما جرى في فلسطين على يد الحملات الصليبية، وما جرى لأهل الإسلام في الأندلس، كان الناس يظنون في تلك الأوقات أن الإسلام لا تقوم له قائمة، ومع ذلك بقي الإسلام وكبر. المغول الذين اجتاحوا بغداد انساحوا ودخلوا في الإسلام أو تفرقوا. هذا عن الإسلام، لكن عن خصوصية المجتمع المسلم. نعم، المجتمع المسلم هو الذي يشكله الإسلام. يعني هناك صبغة صبغها الله تعالى يعني بالإسلام للمسلمين. الله عز وجل يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. لقد اصطبغ المسلمون بالإسلام منذ الفجر الأول، منذ عهد النبوة، ولم يستطع أحد أن ينزع صبغة الإسلام. نعم يوجد هناك أوساخ، يوجد هناك مشكلات يتدنس الثوب، لكن هناك الصابون، هناك المحن، هناك النوازل، هناك التجديد في الدين، هناك تقلب الأحوال، كله يجدد في الدين. ولذلك الله عز وجل لما قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أذكر مما قاله القرطبي رحمه الله، قال إن اليهود تصبغ أبناءه، وإن النصارى تصبغ أبناءه، وإن صبغة الله هي الإسلام، بل حتى الوثنيون الجاهليون يصبغون أبناءهم. ولذلك قال شاعر همدان، قال لكل أناس لهم صبغة، وصبغة همدان خير الصبغ، على ذاك صبغنا على ذاك أبناءنا، فأكرم بصبغتنا في الصبغ. نعم. قال القرطبي رحمه الله، قال صدق الله وكذب شاعر همدان، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني لا أحد أحسن من الله صبغة. ولذلك كل المحاولات يا أخي الكريم تصطدم بعقبة الثوابت. ولذلك تجد حتى الذي أحيانا يشرب الخمر ويقع في العلاقات المحرمة، عندما ينتهك الإسلام في وضع معين يخرج عن طوره وينتفض، لكن ليس معنى هذا أن هذا هو المطلوب من المسلمين. المطلوب من المسلمين أن يظلوا أوفياء لدينهم. لكن معذرة دكتور على المقاطعة، يعني الوقت ينفد منا، يعني قد يعترض معترض على هذا ويقول ربما هذا نوع من التخدير للمجتمعات الإسلامية. مثلا في المنظور الأخلاقي والعقدي والحضاري الإيماني، يعني الخصوصية مبنية على الخيرية، كنتم خير أمة، لكن ثم ترابط بين الأمر بين هذه الخيرية وبين الربط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. هذه الخيرية إلى أي مدى هي ما زالت متحققة في مجتمعات المسلمين اليوم؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا المسلمون هم أكثر الناس اضطهادا في بين أمم الأرض؟ صحيح، المسلمون مع الأسف الشديد منذ فترات طويلة كما يقول بعض العلماء افترق كما يقال السلطان عن القرآن، يعني أصبح هناك تمايز بين يعني الدولة ومتطلبات الشهوات، وبين المجتمع الذي ينحاز إلى القيم في الجملة. هذا الصراع بين السياسة والمجتمع لا شك أنه أحدث إشكالاً يعني في القديم عبر تاريخ المسلمين، وهو اليوم يتجلى أكثر. اليوم المسلمون في واقع العالم بسبب هذا الصراع السلبي الإثني بين الإسلام والسياسة، هذا الصراع المصطنع المفتعل جعل المسلمين في موقع المفعول به وليس في موقع الفاعل، جعلهم مكبورين مقهورين سياسيا اقتصاديا فكريا اجتماعيا، بالرغم من أنهم يعيشون على أرضهم وفي أماكنهم، لكنهم في الواقع
لا يستقلون بإرادتهم. لكن لو أذنت لي دكتور يعني أن أتحدث عن الخصوصية داخل المجتمع المسلم، الخصوصية المتمثلة بالأخلاق، المتمثلة بالإنتاج الفكري إلى آخره. المسلمون ثمة كثير من حتى من المفكرين الإسلاميين من يقول بأن المسلمين متأخرون جدا في هذا الميدان، وبالتالي هناك نقص حاد في الخصوصية الإسلامية داخل المجتمعات الإسلامية. صحيح. وهذا خلاف ما تفضلت بذكره من أنهم ما زالوا يحتفظون بالكثير من هذه الخصوصيات. لا، هم يحتفظون، هم أنا أقول المحكم المؤكد أنهم يحتفظون بمنصات الانطلاق، بحيث لا يمكن أن يأتي أحد يخرجهم من الدين ويحولهم إلى شيء آخر. لكن الفاعلية داخل المجتمعات المسلمة هي التي أردت أن أقول إن المسلمين اليوم بسبب هذه السلبية أصبحوا في موقع المفعول به، والسبب هو أنهم لم يعد لهم يعني إرادة وكيان يحمي قيمهم، فصار الاختراق المجتمعي، الاختراق الاقتصادي، الاختراق السياسي. لم يعد المسلمون أصحاب رأي. لو ننظر إلى خارطة العالم اليوم في الأمم المتحدة، توجد هناك 5 دول لها حق النقض الفيتو، لا يوجد لأكثر من ربع العالم، لا يوجد لهم منصة للنقض الفيتو. لما ننظر إلى خارطة العالم من حيث العدد، نحن نمتلك أكثر الثروات وأهمها في العالم، لكن أكثر الشعوب فقرا هم المسلمون. هذه السلبية لا شك أنها نوع من الانحراف عن فهم الدين، نوع من الصراع أو نوع من العقوبات الإلهية للمسلمين على ما فرطوا في جنب الله، على ما فرطوا في الأخذ بالدين. لأن هذا الدين لا يحابي، هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، من أوغل فيه بالسلبية أنتج خرافة، ومن انصرف عنه وانحرف عن غيره أنتج الإرجاء وأنتج الانحراف الفكري. المطلوب من يعني حاجة المسلمين اليوم هي سنناقش أن نستعيد. لو أذنت لي يعني هذا سنرحله، يعني كيف يستعيد المسلمون خصوصيتهم الإسلامية المتصلة بالكتاب والسنة؟ نريد أن نبحثه معك، ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي دكتور. مشاهدينا الكرام، فاصل أخير ونستكمل بعده ما تبقى من الحلقة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم المخصصة للحديث عن مظاهر خيرية المجتمع المسلم ومدى احتفاظه بها، والحديث طبعا دائما مع دكتور حسن الحميد. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتور. هل ما زال من المنطق ومن الموضوعية ومن الواقعية القول بخصوصية المجتمع المسلم في عالم أزيلت من بين دوله الحدود ومن بين ثقافته الحدود، وأصبح قرية عالمية في ظل عولمة ثقافية وحضارية واقتصادية كاسحة؟ هو الواقع، لو قلبنا السؤال، يجب أن يحتفظ المسلمون بخصوصيتهم، لكن عندما وقعنا في موقع المفعول به كما ذكرت لك، هل العالم ليس له خصوصية؟ في الواقع نحن فرض علينا خصوصية الآخر، نحن فرضت علينا خصوصيات الآخرين. الآخرون المتغلبون هم الذين فرضوا خصوصيتهم، ولذلك العولمة هي في الواقع فكر غربي، هي في الواقع فكر كما يقال ليبرالي علماني، مصبوغ بالصبغة الغربية بثقافتها وإرثها، وليست منتجا اشترك أهل الأرض في صناعته وتوافقوا عليه. نحن في الواقع ليس لنا دلو في هذه الدلاء، نحن مجرد أتباع ومطبقون لقيم العولمة أو لقيم الانفتاح الجديد.
كل ما حدث أنه يراد منا نحن المسلمين أن ننسلخ من خصوصيتنا لنكون وفق خصوصية الآخر. وهذا السؤال يجب أن نسأله أنفسنا. نحن أمة ذات قيم، نحن أمة فعلا ذات قيم خالدة، نحن آخر الأمم، كتابنا أحدث الكتب بالله عز وجل. والغرب بشكل عام يحسدنا على النسيج الاجتماعي، النسيج المجتمعي نحن محسودون عليه. التكاثر إلى حين دكتور. التكاثر المجتمعي والتناسل، بقاء الأسرة طاهرة بعيدة عن المفاسد نحسد عليه. هذا الحسد هو الذي أغرى الآخرين بالتسلل والدخول عن غفلة منا. نحن لكن لو أذنت لي دكتور، يعني حقيقة لو خلطنا الواقع بالدين، وهو ليس خلطا وإنما هو الأصل، موجات الهجرة العربية من بلاد الاضطراب الآن التي تحصل الآن في المنطقة العربية التي ذهبت إلى أوروبا كشفت عن أمراض خطيرة داخل المجتمعات العربية الإسلامية، حيث التحلل، حيث الإلحاد، حيث هجر الإسلام إلى آخره. هذا يعكس أن النسيج الاجتماعي كما تفضلت بذكره هو مفروض بسلطة القهر الاجتماعي أكثر مما هو نابع من قناعة ذاتية، من قوة مجتمعية ذاتية. السؤال هنا، أريد أن أذهب معك إلى السؤال، العولمة أو فرض الآخرين خصوصيتهم على المسلمين أنتج مفاهيم، منظومة قيمية ومفاهيم محرفة داخل المجتمعات الإسلامية. كيف يمكن ضبط المفاهيم والقيم في المجتمعات الإسلامية في هذه المرحلة الخطيرة؟ أولا المسلمون يحتاجون أن يستعيدوا كيانهم، يعني يحتاجون أن يكونوا أمة محترمة بين العالم. هذه حقيقة، لأنه أفراد الشعوب، أفراد الشعوب المسلمة بالذات أحدهم لا يستطيع أن يكون معتزاً بدينه، معتزاً بقيمه، معتزاً بمظهره ومخبره، وهو يرى أمته مهزومة، مقهورة، مقلدة. الشعوب تقلد الغالب وتنحاز إليه وتتنازل عن قيمها طواعية لقيم الغالب. فكيف إذا أسند هذه الغلبة المجتمعية مثلاً أنظمة سياسية ليست معنية باستعادة موقع الأمة بالشكل الصحيح، بل معنية مثل أحيانا بالصراعات والحروب البينية والمشاريع أحيانا العقيمة، هذه كلها تؤثر تأثيرا كبيرا في استعادة إنسان الأمة المسلمة لقيمته. نحتاج إلى أن يستعيد الإنسان كما كان الربيعي بن عامر يقول: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد، كذا كذا إلى آخره. اليوم المسلم مع الأسف الشديد ينظر إلى المرأة الغربية أو الشاب الغربي بلباس رث وضم 70 رقعة مشكل، لكن يعتقد بأن هذا اللبس حضاري. لماذا؟ لأن هذا الذي يلبسه هو ينتمي إلى أمة. هزيمة نفسية. نعم، الهزيمة النفسية هي خطيرة جداً، ولا يمكن للأمة أن تخرج من هذه الهزيمة النفسية حتى تستعيد عافيتها بالاجتماع. هنا السؤال دكتور، يعني أنت قلت بأننا ينبغي أن نستعيد توازننا ونستعيد ثقتنا بأنفسنا وقيامنا إلى آخره، وضربت مثلا على ذلك بربيعي بن عامر رضي الله عنه. السؤال هو أي المكامن أو أي الثغرات ينبغي أن يعود إليها المسلمون لكي يسدوها؟ هل ينبغي التصحيح الإيماني أو العقدي إلى آخره، أم ينبغي أن ننتج في مجال الأفكار والمجال الحضاري والمجال العلمي؟ أين ينبغي أن يبدأ من هنا؟ هي كلها الأمة مريضة ومحتاجة في كل الجوانب، ولكن بصراحة الشكل الخارجي مهم جداً لإقناع جماهير شباب الأمة وأجيالها الصاعدة اليوم بأننا أمة لنا مكان تحت الشمس. ما لم يوجد هذا فإننا لا نستطيع أن نقنع العالم، فضلا أن نقنع أبناء هذا البلد الذين خرجوا منه. أعطيك مثالا، اليابانيون أو اليابان كبلد من أكثر البلاد انتحارا بالرغم من الرفاه المادي، نسبة في حالة الانتحار في نسب كبيرة جدا. نعم. ويقال انه ما يقرب من 80 الى 85 شخص يوميا ينتحرون في اليابان. هذا الانتحار بين 150 مليون. نعم. هذا الانتحار ما هو سببه؟ هو في فراغ روحي، في فراغ عاطفي،
ولذلك المرأة اليابانية تحب أن تتزوج من رجل آخر لأنها تبحث عن عاطفة. الياباني قد استوفى الجانب المادي لكن متصحر عاطفيا. الجانب العاطفي، الجانب القيمي، الجانب الإيماني الياباني ضعيف فيه. لكن أنا كمسلم أملك رصيدا من الإيمان والمعرفة والثقة بالله واليوم الآخر، وأعرف تفاصيل كثيرة في هذا، لكنني لا أستطيع أن أقدم ما عندي للياباني. لماذا؟ لأنني بأي قالب وبأي وجه أدخل إليه؟ هل أدخل إليه بأنني إنسان مرتب منظم، أمتي قائدة، أمتي غالبة، أمتي متميزة؟ ما في شيء على وجه الأرض يقول له الآن إنه والله هؤلاء الناس العرب أو المسلمون فعلا أمة متميزة، ولذلك أنا أحب الدين الذي يديننا به. هل أدخل عليه من باب النظام؟ يقول لك لا يا أخي، نحن بلغنا الغاية في النظام، ما عندك شيء تعطينا إياه. أنت تأتي من بلد فوضوي لتعالج مشكلتي، ما أستطيع. ربما حتى مثلا يقدم المسلمون نموذجا للشعوب الأخرى، ينبغي عملية تصحيح داخل المجتمعات الإسلامية. كيف يمكن العودة إلى المجتمع المسلم دكتور بالحفاظ على عودة به إلى خصوصياته وإلى تفاصيله اليومية من خلال التوازن الاقتصادي بين الفقير والغني بما لا يضر الغني، ثم الترابط المجتمعي، صلة الأرحام، الإيثار، التواصل؟ كيف يمكن العودة، إعادة هذه الخصوصية للمجتمع الإسلامي من منظور ديني وليس من منظور عاداتي تقاليدي؟ لا شك أن المسؤولية تقع على عاتق الحكام والمفكرين والعلماء النخب الذين يسطرون الفكر والسياسة. وأنا أدعو المثقفين والعلماء والدعاة إلى أن نفكر بطريقة أكثر واقعية في حاجات المجتمعات وفي ضرورة تماسك المجتمعات، وأن نتخلى عن المثالية في البحث عن المخارج التي تكلف الكثير ولا تعطي الثمرة المرجوة. ماذا تعني هذه الواقعية دكتور؟ تعني هذه الواقعية ألا نتميز بأفكار خاصة ونعتقد بأننا نستطيع أن نغير العالم من خلال تيار معين أو من خلال فكرة معينة. ينبغي أن نأخذ الناس، أليست وظيفة الإسلام هو تغيير العالم إذا كان هذا العالم يتمتع بالرذائل؟ ينبغي أن نتغير من خلال المجتمعات، أن نحمل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب. يعني ينبغي أن ننظر إلى الناس على أنهم بحاجة إلى أن يتعلموا أمهات وأوليات الإسلام دون أن نأخذهم في منظومة متكاملة صعبة، أو أن نربط يعني نجاحهم وتجاوزهم للمشكلات بمتابعة فلان أو فلان، بمتابعة فكرة معينة. أريد أن أستوضح نقطة مهمة منك دكتور. يعني قبل قليل تحدثت عن الهزيمة النفسية، الواقعية التي تحدثت عنها الآن وربطها بعدم التفكير بتغيير العالم، ألا يتعارض هذا مع ما دعوت إليه قبل قليل، التمتع بحس ربعي بن عامر الذي هذا البدوي المرقع الثياب الذي ذهب ليهز عرش أكبر إمبراطورية في ذلك الزمان؟ أليس ثمة هنا ربما ما يبدو لي تناقضا في الخطاب؟ لا، أنا لا أقصد أن يتراجع الإنسان عن دعوته إلى الإسلام، دعوة العالم والتغيير. لا، أنا أتكلم عن الواقعية في الإقلاع من الحضيض، الواقعية في التخلص من المشكلات هذه. لأنه عندما ترسم برنامجا مثاليا وأنت لا تملك أدواته وأمامك عقبات ضخمة جدا، يعني نحن لم نستوعب بعد يعني حجمنا وقدراتنا في العالم. عندنا قوة لكننا متفرقون. حل مشكلة التفرق إلى اجتماع الكلمة، هذا هو مقدمة التصحيح، تبريد الأرض بين الفرقاء من أبناء المسلمين. هذه خطوة ضرورية جدا، الجلوس والحوار والاستماع المتبادل والبعد عن المثالية أو التراشق، هذا ضروري جدا حتى يرانا بقية الناس أننا فعلا بدأنا نفكر بطريقة صحيحة، وبالتالي ستستجيب لنا الشعوب المسلمة التي تبحث عن الخلاص. ونحن سنستجيب لنداء الوقت. انتهت الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها أشكر الدكتور حسن الحميد أستاذ المشارك في جامعة أم القرى سابقا، كل الشكر لكم. في حراسة الله.